10 ظهرا في القاهرة، 10 بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية شاملة. أهلا بكم. أهلا بكم. إلى العناوين: الرئيس السيسي يؤكد أن المعركة ضد الإرهاب لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية. الخارجية ترفض البيان الأخير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مصر. انطلاق الانتخابات الرئاسية في أفغانستان وسط تهديدات أمنية واسعة. الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لكل من روى بدمائه الذكية تراب هذا الوطن العظيم. وأكد الرئيس على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن المعركة مع الإرهاب لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه. وأشاد الرئيس السيسي ببطولة وبسالة الجيش المصري الذي كان ولا زال العقبة التي تتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة. في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتى اليوم عن تحقيق النجاحات الآتية: قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 33 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 7 عربات دفع رباعي على الاتجاه الشمالي الشرقي. و83 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. و25 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي. تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 118 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء. قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 273 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير 11 فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود، ضبط وتدمير 37 سيارة و42 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة
وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من أجهزة الاتصال. واستكمالاً للمهام القتالية، تواصل القوات الخاصة البحرية تأمين المسطح المائي أمام مناطق العمليات بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتفعيل إجراءات الأمن البحري داخل مياهنا الإقليمية. كما تمكنت قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية من تحقيق النجاحات الآتية: ضبط 15 بندقية آلية وثلاثة رشاشات و24 خزنة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وقاذفين ار بي جي، ضبط 2441 كيلوغراما من جوهر الحشيش المخدر، وضبط 6265 كيلوغراما من نبات البانجو، بالإضافة إلى 20 كيلوغراما من مادة الأفيون المخدر، وضبط 1,562,086 قرص مخدر، اكتشاف وتدمير 25 فدانا من نبات الخشخاش والبانجو، و1,268 كيلوغراما من بذور الخشخاش والبانجو، و23 عربة تستخدم في أعمال التهريب، ضبط 50 جهازا يستخدم للتنقيب عن المعادن، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية 11,071 فردا من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد. ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات، تم استشهاد وإصابة ضابط وتسعة جنود أثناء الاشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية. وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم. حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب عودته إلى القاهرة قادما من نيويورك من محاولات تزييف الحقائق وخلق صورة مغيرة للواقع. لازم تعرفوا كلكم الشعب المصري بقى واعي قوي ازاي الصورة تترسم عشان يزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم. الكلام ده المصيبة وقعوا منهم كتير اللي اتعمل قبل كده ما فيش حل تاني. ليه؟ عشان ربنا وعشان انتوا. ما تقلقوش من حاجة، ما تقلقوش من حاجة. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر قوية بأبنائها المخلصين. يا مصريين خلي بالك، مش هيسيبوك، لا هيسيبوك تنجحوا، ولا هيسيبوك تفهموا على حاجة، ولا هي حكاية حرب بيننا وبينهم. مجموعة قد كده والشعب كله، يعني تصدقهم إزاي؟ يعني والإعلام عليه واجب كبير. وعوا الناس أكتر وتصدوا لشائعات الاقتتال والكذب اللي بيتقال اللي هو يتحدد في كل حتة. الناس البساطة ما تصدقهمش لأن هم ناس هايلين أوي وهم بيبقوا فاهمين كويس. فمصر مكانها كبير أوي مش عشان حاجة، لا شعبها مكانة مصر شعبها بيته يعني. وأضاف الرئيس السيسي أنه عندما يطلب شيئا من المصريين مثل ما حدث يوم التفويض عام 2013 فسوف ينزل الملايين إلى الشوارع. يقول المصريين يوم ما حفلوا يوم ما حفلوا من المصريين زي يوم التفويض كده 2013 3/7 يوم ما حفلوا من المصريين رسالة للعالم كله ينزل الملايين، لكن مش أقل من كده.
كان الآلاف من المواطنين في الكثير من محافظات مصر قد خرجوا للمشاركة في مسيرات حاشدة تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم استقرار الوطن. رفع المشاركون لافتات تشدد على ضرورة التصدي لمحاولات هدم الدولة المصرية ومساعي المساس بأمن واستقرار الوطن بعدما بدأ يتعافى من الفوضى التي عاشها لعدة سنوات. أكد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال حضوره إجراءات تفتيش ورفع كفاءة قتالية لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية، أكد أن أمن مصر وسلامتها يكمن في الحفاظ على قوات المسلحة قوية وقادرة. شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية بعد رفع كفاءتها وفقا لأحدث النظم القتالية. واستمع رئيس الأركان لعرض تقرير الكفاءة القتالية الذي تضمن الحالة الفنية للأسلحة والمعدات المشاركة، وذلك بعد تطويرها ورفع كفاءتها الفنية. ثم قام الفريق محمد فريد بالمرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على مدى جاهزيتها واستعدادها لتنفيذ أي مهام قتالية تسند إليها. وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من الضباط والجنود في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية مواجهة المواقف الطارئة، وأشاد بالاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال المنطقة الجنوبية العسكرية الذين يؤمنون حدود مصر الجنوبية ضد كافة المخاطر والعدائية المحتملة. وأكد الفريق محمد فريد أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزة غير مسبوقة نحو تطوير نظم التسليح والتدريب لكافة التشكيلات والأفرع الرئيسية بما يساهم في دعم القدرات القتالية للقوات المسلحة، مؤكدا أن أمن مصر وسلامتها يكمن في الحفاظ على قوات مسلحة قوية وقادرة ومستعدة للتضحية وبذل الجهد بكل الأمانة والإخلاص والشرف. كما التقى الفريق محمد فريد عددا من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة الجنوبية العسكرية، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين آثروا الوطن على أنفسهم وقدموا أرواحهم خلال المواجهات مع قوى التطرف والإرهاب. ثم نقل لهم تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مشيدا بعطائهم وما يبذلونه من جهد للحفاظ على الأمانة المقدسة المكلفين بها للذود عن تراب مصر المقدس. وأدار رئيس الأركان حوارا مع رجال المنطقة الجنوبية العسكرية واستمع إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية، مشيدا بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومي. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة. أعرب المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن رفض ما تم التطرق إليه في البيان الأخير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مصر. وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن بيان المفوضية استند باعترافها على معلومات غير موثقة، الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى مغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مرسلة، كما أن التسرع في إصدار الأحكام يشير إلى عدم المهنية. وأكد حافظ أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتم بموجب القانون ووفقا لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح. أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون أن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية سيكون يوم الأحد الموافق 13 من أكتوبر المقبل. وأكد بفون أن الهيئة أمام محكمة كبيرة بخصوص وضع المرشح الرئاسي نبيل القروي والموقوف بتهم فساد مالي، معربا عن خشيته من الطعن في سلامة العملية الانتخابية إذا استمر هذا الوضع. كانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 15 من سبتمبر الجاري أسفرت عن حلول قيس سعيد في المرتبة الأولى بعد حصوله على 18.4% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي الذي حصد 15.6% من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.
قتل شخص وأصيب آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة بمركز اقتراع في ولاية نانغرهار شرقي أفغانستان. كانت عدة مدن أفغانية قد تعرضت لانفجارات مماثلة تزامنا مع بدء التصويت في انتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها 13 مرشحا. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون في المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان أن الاتصالات مقطوعة مع 901 مركز اقتراع من أصل 4942 مركزا في أنحاء البلاد. ولم يتضح إن كانت الانتخابات ستجرى في تلك المراكز أم أن طالبان أجبرتها على الإغلاق في ظل استهداف الحركة الإرهابية لمقار الحملات والتجمعات الانتخابية من قبل. وسط تهديدات أمنية واسعة واضطرابات سياسية تهدد استقرار البلاد، تجرى الانتخابات الرئاسية الأفغانية من أجل اختيار رئيس جديد للبلاد لخمس سنوات مقبلة من بين 13 مرشحة. العملية الانتخابية التي يحق فيها لنحو 13 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم تأتي في ظل توعد حركة طالبان بإعاقة سير العملية الانتخابية التي تأتي بعد نحو 3 أسابيع من توقف في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وقادة الحركة. عشرات الآلاف من الجنود تم نشرهم في عموم البلاد لتأمين مراكز الاقتراع المختلفة، من بينهم 30,000 جندي في العاصمة كابول، فيما سيبقى 445 مركز اقتراع مغلقا نتيجة لتهديدات طالبان بإعاقة الانتخابات من خلال تنفيذ تفجيرات انتحارية وهجمات صاروخية. وأصدرت طالبان تعليمات إلى عناصرها تطالبهم فيها باستخدام كل ما تحت أيديهم من إمكانيات من أجل منع التصويت في الانتخابات الرئاسية في مختلف أنحاء البلاد، فيما فرضت السلطات الأفغانية حظرا على سير الشاحنات في شوارع كابول تحسبا لوقوع عمليات انتحارية. ويعد الرئيس الحالي أشرف غني من أبرز مرشحين للفوز في الانتخابات الرئاسية الرابعة منذ سقوط حكومة طالبان في 2001، يليه الرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة عبد الله عبد الله، فيما تشير استطلاعات للرأي إلى أن هناك مخاوف من أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات ضئيلة بسبب التهديدات الأمنية. قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك أنه يجب على طهران أن تبدي تغييرا في سياساتها قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وأضاف هوك أن طهران أمامها خيار العودة إلى المفاوضات أو مراقبة انهيار اقتصادها. وأكد هوك أن إيران انتهكت سيادة دولة أخرى من خلال الهجوم عليها، وشدد على مسؤولية طهران عن الهجوم على منشأتي أرامكو السعودية، مشيرا إلى وجود أدلة مادية سيجري الإعلان عنها عند انتهاء التحقيقات. وصلت ناقلة النفط السويدية ستينا أمبيرو التي ترفع العلم البريطاني إلى دبي بعد أن غادرت أمس ميناء بندر عباس الإيراني، حيث احتجزتها إيران لأكثر من شهرين في خضم توترات متواصلة منذ أشهر في منطقة الخليج. كانت الناقلة قد رست خارج ميناء راشد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما سيغادر الطاقم إلى دبي لإجراء فحوصات طبية واستخلاص المعلومات حول فترة احتجازهم. كان الحرس الثوري الإيراني قد احتجز ناقلة النفط السويدية بعد إعلان تمديد احتجاز ناقلة إيرانية من جانب سلطات جبل طارق، ما أثار أزمة دبلوماسية بين لندن وطهران. بعد توقيف إيران لها لأكثر من شهرين، توقفت ناقلة النفط السويدية ستينا إمبيرو التي ترفع العلم البريطاني قبالة سواحل دبي في الإمارات بعد أن غادرت ميناء بندر عباس الإيراني، حيث احتجزتها إيران في خضم توترات متواصلة منذ شهور في منطقة الخليج. بريطانيا رحبت بالخطوة مؤكدة أن الناقلة احتجزت بشكل غير قانوني من جانب إيران في إطار محاولات طهران الرامية إلى عرقلة حرية الملاحة. كان الحرس الثوري الإيراني احتجز الناقلة التي يبلغ طولها 183 مترا متهما إياها بتجاهل نداءات الاستغاثة وبإيقاف جهاز إرسالها بعد اصطدامها بقارب صيد. وجاء احتجاز الناقلة في 19 من يوليو الماضي عقب إعلان تمديد احتجاز ناقلة إيرانية من جانب سلطات جبل طارق، وهي أراضي بريطانية واقعة في أقصى جنوب إسبانيا. وأثرت القضية أزمة دبلوماسية بين لندن وطهران التي أنكرت أن يكون احتجاز ستينا إمبيرو ردا على اعتراض جريس وان التي تغير اسمها إلى أدريان دارية واحد. كانت إيران أعلنت قبل يومين منح الناقلة ستينا إمبيرو
تصريحا نهائيا بالمغادرة، لكنها أشارت إلى أن الملف القضائي المتعلق ببعض المخالفات والأضرار البيئية سيبقى مفتوحا، وأضافت أن قبطانها ومالكيها وقعوا التزاما مكتوبا لقبول الحكم الذي سيصدر في ختام الإجراءات. وبعد احتجازها اقتيدت السفينة إلى ميناء بندر عباس جنوب إيران، وكان على متنها طاقم مؤلف من 23 شخصا تم الإفراج عن 7 منهم في 4 سبتمبر. وتأتي عمليات احتجاز السفن في خضم توترات شديدة في المنطقة التي شهدت تجاذبا بين إيران والولايات المتحدة، البلدين العدوين اللذين قطع علاقاتهما الدبلوماسية منذ عام 1980. التوترات بين واشنطن وطهران لم تكف عن التصاعد منذ انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات أمريكية قاسية على إيران. جدد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المطالبة برفع حظر التجول وإزالة القيود الأخرى التي فرضتها الهند على المواطنين في جامو وكشمير المتنازع عليهما واستعادة وضعها الدستوري الخاص. جاءت تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اتهم خلالها عمران خان الهند بتحضير لما وصفه بحمام دم في كشمير. What is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. إن ما سيحدث عند رفع حظر التجوال هو حمام دم. الشعب سيخرج وهناك 900,000 جندي. لم يأتوا كما ادعى ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند من أجل رخاء كشمير. أمن المفترض أن يكون هذا من أجل تنمية كشمير؟ تلك القوات التي يبلغ قوامها 900,000 جندي، ماذا سيفعلون عندما سيخرجون؟ سيكون هناك حمام دم. هل فكر فيما سيحدث؟ Through what happens then? من جانبه قال ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند أن بلاده تناهض الإرهاب بكل طريقة. هم اس دیش کے واسی ہیں. إننا ننتمي لدولة لم تقدم للعالم حربا بل رسالة سلام، وهذا هو سبب حديثنا المناهض للإرهاب كي نحذر العالم من حلقات الشر تلك بجدية وغضب. نعتقد أن هذا هو أكبر تحدي يواجه العالم والإنسانية وليس بلدا واحدا. عدم وحدة كلمتنا بشأن قضايا الإرهاب تقوض المبادئ الأساسية التي قامت عليها الأمم المتحدة. الأزمة الهندية الباكستانية بشأن إقليم كشمير ما زالت تراوح مكانها. قوات الأمن الهندية فرضت قيودا مشددة جديدة في الإقليم مع خطابين في الأمم المتحدة لرئيسي وزراء البلدين ناريندرا مودي الهندي والباكستاني عمران خان بشأن الأزمة. ونصبت الشرطة الهندية حواجز من الأسلاك الشائكة في كافة أرجاء مدينة سرينغر وبلدات أخرى في المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان والتي غالبية سكانها من المسلمين. وأقيمت الحواجز على الطرق والجسور في سرينغر، فيما قامت قوات الأمن بحراسة الشوارع الخالية بعد أوامر بردع أي تظاهرات. من جانبها أعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن تخفف الهند بسرعة القيود المفروضة على كشمير، مؤكدة من جديد استعداد الرئيس دونالد ترامب للقيام بوساطة حول هذه المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان إذا طلبت الدولتان ذلك. وكشمير هو إقليم مقسم بين الهند وباكستان منذ عام 1947، وخاض البلدان منذ ذلك الحين حربين على المنطقة، وترفض نيودلهي منذ فترة طويلة أي وساطة خارجية حول كشمير، واستبعدت فكرة طرحها ترامب في يوليو في هذا الشأن. وتؤكد حكومة مودي أنها اتخذت هذه الإجراءات من أجل تحفيز التنمية الاقتصادية في كشمير وتدافع عن القيود التي فرضتها، مؤكدة أنها مؤقتة وتهدف إلى تهدئة الوضع ومنع باكستان من التدخل.
وتصاعدت التوترات بين الجارتين النوويتين حول إقليم كشمير الذي تتصارعان عليه في أعقاب قرار الحكومة الهندية أوائل أغسطس الماضي بإلغاء الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير الشطر الهندي من الإقليم، حيث أعلنت نيودلهي إلغاء المادة 370 من الدستور والتي تمنح الولاية ذات الأغلبية المسلمة استقلالا ذاتيا منذ أكثر من نصف قرن. واعتقلت الهند آلاف الأشخاص وفرضت قيودا صارمة على الحركة وقطعت جميع الاتصالات الهاتفية والإنترنت في الإقليم. وفي الحملة التي تشنها الهند على الجزء الخاضع لسيطرتها من كشمير، دفعت نيودلهي بتعزيزات ضخمة من القوات إلى المنطقة والتي تعد من بين أكثر مناطق العالم اكتظاظا بالسلاح. ومشاهدينا الكرام ابقوا معنا، نشرتنا ما زالت متواصلة، فيها بعد الفاصل الاقتصادي. استقالة المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا عقب استدعائه في إطار التحقيق الرامي لعزل الرئيس ترامب. قادموا ما لدينا أخبار المال والأعمال. نتحول إلى الزميل حسام عاطف، تفضل حسام. شكرا لك منى وشكرا لك كريم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية، أهم ما لدينا فيها. وزارة التخطيط تكشف عن تنفيذ 6200 مشروع بتكلفة تقدر بنحو 490 مليار جنيه خلال 2018-19. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة التخطيط أنه خلال العام المالي 2018-19 تم الانتهاء من تنفيذ 6200 مشروع في مختلف القطاعات والبرامج بتكلفة إجمالية حوالي 490 مليار جنيه. وذكرت الوزارة أن تلك المشروعات تشمل من بينها 32 مشروعا ضمن المشروعات القومية بتكلفة 54 مليارا و202 مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة كلية 944 مليون جنيه، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ 34 مشروعا ضمن برنامج تنمية صعيد مصر والانتهاء كذلك من 4400 مشروع ضمن برامج التنمية المحلية بالمحافظات المصرية المختلفة. كشفت منظمة السياحة العالمية أن قطاع السياحة في مصر ساهم في توفير 2.5 مليون فرصة عمل في عام 2018، أي ما يعادل 9.5% من إجمالي عدد الوظائف في البلاد. وأفادت الأرقام الرسمية للمنظمة أن قطاع السياحة حول العالم دعم 319 مليون وظيفة بنسبة 10% من إجمالي العمالة في العالم، وذلك في ظل النمو الكبير الذي شهدته حركة السياحة خلال عام 2018. وتشير تقديرات منظمة السياحة العالمية إلى أن وظيفة واحدة في قطاع السياحة الأساسي تخلق نحو نصف وظيفة غير مباشرة في الاقتصاد المرتبط بالسياحة. كشفت مؤشرات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن نسبة تسويق المنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلغت نحو 13.2% خلال الربع الأول من عام 2019. وأوضحت المؤشرات الخاصة بمجالات استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في المنشآت الخاصة تصدر الرد على استفسارات العملاء مجالات تعاملات منشآت القطاع الخاص مع شبكات التواصل الاجتماعي. أعلنت وزارة المالية افتتاح 3 مراكز ضريبية وجمركية مدمجة ببعض المحافظات قبل نهاية العام الجاري ليتزامن مع بداية الموسم الجديد لتقديم الإقرارات الضريبية في شهر يناير القادم. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات وتوفير الوقت على الممولين، بحيث تعمل هذه المراكز كوحدة واحدة يتم من خلالها سداد الضرائب والرسوم الجمركية أيضا، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر البنك الدولي لأداء الأعمال.
أما عن البورصة المصرية فقد توقع خبراء اقتصاديون أن تشهد البورصة مزيدا من التعافي والأداء الإيجابي خلال تعاملات الأسبوع المقبل على خلفية قرار البنك المركزي المصري خفض معدلات أسعار الفائدة على الودائع والإقراض للمرة الثانية على التوالي. وقال المحللون إن قرار البنك بخفض الفائدة 1% بعد خفضها الشهر الماضي بواقع 1.5% يؤكد أن المركزي سيواصل سياسات التيسير وتحفيز الاستثمار بهدف التوسع في المشروعات والإنتاج وخلق مزيد من فرص العمل. أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني للسعودية عند ماينس A و A ماينس 2 مع نظرة مستقبلية مستقرة متوقعة تعافي إنتاج النفط السعودي سريعا في أعقاب هجمات 14 من سبتمبر على منشأتين لإنتاج الخام بالسعودية. وقالت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تستند إلى توقعات بسرعة إصلاح منشآت إنتاج النفط التي هجمت في 14 من سبتمبر. وتوقعت ستاندرد أند بورز انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنحو 4% هذا العام متأثرا بالأساس بانخفاض إنتاج النفط بسبب اتفاق أوبك بالإضافة إلى الهجمات الإرهابية. أعلنت مصلحة الدولة الصينية للنقد الأجنبي أن الفائض التجارية للصين خلال شهر أغسطس الماضي تجاوز حوالي 16.4 مليار دولار. وأشارت المصلحة إلى أن حجم تجارة البلاد من السلع بلغ 380 مليار دولار الشهر الماضي بواقع 211 مليار دولار للصادرات و169 مليار دولار للواردات. ومشاهدينا الكرام بهذا الخبر انتهت وقفتنا الاقتصادية وعودة للزملاء منى وكريمة، تفضل. شكرا حسام. قدم المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا كروت فولكر استقالته إثر تلقيه استدعاء من الكونغرس لاستجوابه في إطار التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس دونالد ترامب. من جانبه شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما مضادا شرسا بالاستعانة بحلفائه الجمهوريين ووسائل الإعلام المؤيدة له وحسابه على تويتر على أمل نقل مركز الاهتمام إلى خصمه جون بايدن. كان النواب الديمقراطيون قد تعهدوا بالتحرك بسرعة في قضية عزل ترامب معتبرين أن الأدلة واضحة على إساءته استخدام السلطة من خلال مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني والتستر على مخالفات. من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أنه سيتم تقديم كافة المعلومات إلى الكونغرس في تحقيقات مكالمات ترامب لنظيره الأوكراني الهاتفية. أي شخص بأي معلومات نستطيع توفيرها فيما يتعلق بواقعة أوكرانيا بالضبط كما قد نفعل في أي واقعة أخرى. أصيب 9 بحارة إثر اندلاع حريق في سفينة شحن امتد إلى سفينة أخرى في أعقاب انفجار في ميناء أولسان جنوب شرق كوريا الجنوبية. الانفجار أدى إلى اشتعال نيران بسفينة تنقل منتجات بترولية من جزر كليمان كان على متنها 25 شخصا تم إنقاذهم جميعا بالإضافة إلى 21 شخصا من أفراد طاقم السفينة الأخرى. بدورها أكدت السلطات الكورية تواصل الجهود لاحتواء الحريق ومنع انتشاره موضحة فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث. مشاهدينا الكرام نشرتنا مستمرة نوصل فيها بعد الفصل الرياضي. مؤتمر اللجنة القومية للفيروسات الكبدية يبحث أحدث الطرق العلمية للقضاء على المرض بشكل نهائي. في ضوء اهتمام مصر بملف الصحة للمواطنين بشكل عام ومبادرة الرئيس السيسي 100 مليون صحة نظمت اللجنة القومية للفيروسات الكبدية مؤتمرا لمناقشة ما تم إنجازه وكيفية متابعة الحالات المنتكسة. المؤتمر استمرت جلساته العلمية على مدى 3 أيام تم خلالها بحث أحدث الطرق العلمية للقضاء على هذا المرض إنهائيا. تعد مبادرة 100 مليون صحة انعكاسا لاهتمام الدولة المصرية بملف الرعاية الصحية وذلك بهدف جعل مصر خالية من فيروس سي بحلول عام 2020. ولمتابعة ما آلت إليه المبادرة حتى الآن نظمت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية المؤتمر السنوي الموحد للجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية. الحملة أفادت المؤتمر
الشعب المصري من مرض كان نقدر نقول مرض العين، وكان مرض مزمن وكان وصمه في الشعب المصري ولاي مريض مصري، وكان دايما لمصر كلها بيتقال ان اعلى نسبه في العالم كانت الفيروس سي موجوده في مصر. فدلوقتي الحمد لله مصر هي الدوله الرائده على مستوى العالم في ان تخلص بتكون فيروس سي، قدرنا نعمل مسح لاكثر ل 60 مليون مواطن من الشعب المصري، تم اكتشاف من هو هيحمل المرض ولا يعلم ان هو عنده المرض، علاجه في المراحل المبكره طبعا دي حاجه من الحاجات الكويسه جدا انك انت تقدري تكتشفي مين هو عنده ميكروب او عنده فيروس وتقدري تعالجيه قبل ما يصاب باي مشاكل في الكبد. المؤتمر الذي شارك فيه نخبه من كبار الاطباء المتخصصين ناقش طرح ادويه الجيل الثاني لعلاج المنتكسين من العلاجات السابقه. المؤتمر الموحد للجهاز الهضمي والكبد والامراض المعديه ده المؤتمر الثاني كمؤتمر موحد، وهي فكره المؤتمر الموحد انه جامعات مصر كلها تجتمع في مؤتمر واحد. المؤتمر الموحد للجهاز الهضمي الحقيقة من ضمن المواضيع اللي طرحها السنة دي الإعلان عن وجود الجيل الثاني من فيروس أدوية فيروس سي. إحنا على مستوى الأطباء لما كنا بنيجي نعالج مرضى فيروس سي كانت الأدوية اللي في إيدنا ليها حدود للتعامل. ويأتي هذا المؤتمر في ضوء اهتمام الدولة المصرية بملف فيروس سي والأمراض المعدية بشكل عام كأحد التحديات الصحية التي تهدد المصريين. أمل صبري، النيل. ومشاهدينا الكرام، لم يتبقى في هذه الساعة الإخبارية سوى تذكير بأبرز ما لدينا من عناوين. الرئيس السيسي يؤكد أن المعركة ضد الإرهاب لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية. الخارجية ترفض البيان الأخير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مصر. انطلاق الانتخابات الرئاسية في أفغانستان وسط تهديدات أمنية واسعة. ختام بانوراما النيل. نشكر لكم المتابعة، دمتم في أمان الله. إلى اللقاء.